استاذ دكتور هشام سعودي نقيب مهندسي الاسكندريه. هشام بيه مساء الخير. اهلا مساء النور يا فندم. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. ليه اسكندريه بالذات يا فندم؟ والله شوف حضرتك، طبعا اسكندريه كمدينه ساحليه وتاثير العوامل الجويه والبحر والكذا دي عمليه اساسيه طبعا لها تاثير سيء على العقارات، دي نقطه اولى، ولازم تكون الضوابط الانشائيه فيها من حيث الانشاء ومن حيث الضوابط الانشائيه تكون على قدر من الجوده المناسبه لتحمل هذا. الفترتين اللي عندنا اللي احنا دايما بنتخوف منهم هي فتره استيراد الاسمنت والحديد في فتره السبعينات، ودي لها تاثير بالغ السوق على عقارات كثيره في الاسكندريه من حيث الكواليتي بتاعه هذه المنتجات على منشات كثير. اما والجزء الثاني اللي هي فتره السيوله بتاعه الانشاءات دون ضوابط هندسيه وانشائيه في الفتره بتاعه الثوره. وايضا هذه المرحله من المراحل اللي انا بعتبرها هتمر برضه مراحل خطره، لانها لم يتم اتباع اي ضوابط انشائيه في الانشاءات اللي تمت فيها، وهي عقارات يعني كثيره ومخالفه وخارج الاحيزه العمرانيه، وكانت لا زالت الى الان هي قائمه وربنا يعني يستر عليها. طب دكتور هشام، هي مشكله يعني اسمعني يا فندم، القصه الاولانيه بتاعت انها ساحليه وكذا دي ماشي، بس في ما اكثر المدن الساحليه، لكن لا انا مع انا مع حضرتك في العنصر الثاني، في العنصر الثاني اللي هو بتاع المواد البناء اللي تم استيرادها في السبعينات دي، فعلا كان بعضها مضروب يعني. والنمره الثالثه ودي الاهم بقى، وهي فكره مخالفات البناء الفظيعه اللي بتحصل في اسكندريه على مدار كل المحافظين اللي جم في ال 40 50 سنه اللي فاتوا. بص حضرتك، هو القانون هو الحكم، احنا النهارده لما بنتكلم في اي مخالفه ليها بعض الاحكام بالنسبه لتنفيذ هذه المخالفات. القضايا التنفيذ بتاعه المخالفات سواء احنا عندنا بخلاف المخالفات اللي بتاعه التجاوز في البناء باي شكل من الاشكال، ودي بتصدرها الاحياء المختصه او بتصدرها لجان عندنا في الاسكندريه، لجان المنشات الايله للسقوط. وده برضه موضوع تاني ولازم نهتم بيه لانه برضه بيوصل خطوره على الارواح. طبعا. لكن انا بتكلم على المخالفات، المخالفات لما بيبقى فيه مخالفه من الواجب ان يتم ازاله هذه المخالفه بصوره مباشره. ده انا عايز اقول لك يا دكتور هشام انه قرارات الازاله اللي موجوده في الاحياء وفي المحافظه، مش عايز اقول لك عددها قد ايه اللي موجوده في الادراج ولم تنفذ، ومنها الدور الاخير بتاع العقار بتاع النهارده. بالظبط، انا عرفت ده من لجنه، احنا طلعت لجنه من عندنا من نقابه اسكندريه ولسه ما كتبوليش تقريرهم، لكن اخبروني بالتليفون. اولا هو لازم نحدد ان العقار الانهيار اللي تم فيه هو انهيار جزء من العقار انفصل عن العقار بسبب الاحمال وبسبب بعض التعديلات، ده اللي قولي في التقرير، ببعض التعديلات الانشائيه اللي تمت برضه دون ضوابط او احكام، وعليه هذا هو انهيار جزئي من العقار وليس انهيار كلي للعقار. الانهيار الجزئي ده من الاحمال اللي عليه وفي نفس الوقت من تعديلات يا فندم. هو حضرتك استاذنا طبعا في الهندسه، هو انا بالنسبه لي كساكن الكل يفرق حاجه عن الجزئي ده؟ الطوبه زي العقار، انت يعني الدور ان انا لازم احمي الساكن، بس ما فيش مشكله، بس واحميه حتى من نفسه يا فندم، لان طبعا في ناس كتير جدا بترفض انها تترك المنشات سواء بتنفيذ قرارات ازاله او منشات اللي هي العيله للسقوط، بترفض ان هي تسيب العقارات وعليه بتغل يد الاداره في تنفيذ قرارات الازاله او قرارات المنشات العيله للسقوط. وده موضوع في منتهى الخطوره، لازم يبقى في ضوابط واحكام ليه، عشان احنا بنحمي الارواح، دورنا ان احنا نحمي الارواح، ده القانون. احسنت. اذا هنا لازم يبقى في ضوابط واحكام في الموضوع ده قويه شويه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ دكتور هشام سعودي نقيب مهندسي الاسكندريه.